الإسكان، احكي لنا بقى أكتر عن تفاصيل المدينة، إيه اللي بيميزها عن المدن التانية؟ في عندنا نقطة كبيرة جدا ومهمة جدا وهو المنطقة الصناعية. المنطقة الصناعية تعتبر على مساحة كبيرة 10,000 فدان، ودي طبعا انطلاقة هتبقى للمدينة، هتعتبر مدينة 6 أكتوبر. هي مدينة زي ما هي مدينة سكنية بامتياز، وهي فيها مشروعات ضخمة وعدد كبير، كمان هتبقى منطقة صناعية، مدينة صناعية كبرى. وجود المنطقة الصناعية ما كانتش بس منطقة صناعية وبس، لا دي كمان في ميناء جاف على مساحة 400 فدان تابع لوزارة النقل، وكمان منطقة لوجستية على مساحة 450 فدان. فاحنا كده بيعتبر بنوفر البيئة والمناخ الكامل علشان نخلي المدينة هي مدينة صناعية بامتياز، يقدر يصنع هنا ويقدر في المنطقة اللوجستية يخدم على الصناعة بتاعته، وكمان يقدر يصدر من خلال الميناء الجاف. المستثمرين أخذوا تقريبا بسعر متر كام؟ يعني هو السعر المتر كان تقريبا من يتراوح من 800 جنيه ل 1100، يعتبر ده سعر مناسب لمنطقة صناعية كبيرة زي كده. حلم أن يكون مستثمر ليه مصنعه هنا، ده حضرتك وفرتوا له بسعر متر كام؟ والدفعات بتاعته هيقدر يدفعها ازاي؟ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفرت آلية فيها مدى كبير من الشفافية والنظام علشان نحافظ على الثروة العقارية لمصر، فبقى ان هو يقدر بسهولة يتابع الفرص الاستثمارية اللي بتنزل كل شهر من خلال الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية. احنا مثلا الاسعار المتر كانت بتتراوح من خلال 800 جنيه لحد 1100 جنيه، تمام؟ هو لما بيشوف قطعة الأرض على الويب سايت والفرصة الاستثمارية بيقدم فيها، بيكون بيجهز الأوراق الرسمية بتاعته أنه هو شركة وأنه عنده ملاءة مالية. مبدأ الجدية أنه هو اللي داخل ده فعلا داخل علشان يستثمر، مش عشان ياخد حتة أرض يسقح. عدد القطع اللي بيطرح بدراسة، مش مجرد ان احنا بنطرح عدد كبير وخلاص، لا ده هو بدراسة للطلب. يعني احنا مثلا كجهاز المدينة بيجينا طلبات، واحنا بعدين بنرسل للجهه المختصه في الهيئه، الجهه المختصه دي هي اللي بتدرس الموضوع وبتشوف مدى الاحتياج للمنطقه دي، فبالتالي فتنزل قطع اراضي بالعدد ده بالمساحات المطلوبه. وجود كمان شبكه الطرق الموجوده، يعني احنا حاليا تم الانتهاء من رصف طريق اسمه طريق شمال المطار، ده بطول 36 كيلو، بياخد من طريق الواحات لغايه الدائري الاقليمي. الطريق ده كمان بيخدم اصلا، يعني بيمر على الاسكان المتميز، ثم بيمر على الاسكان الاجتماعي ومبادره السكن كل المصريين، ثم بيصل للمنطقه الصناعيه والميناء الجاف والمنطقه اللوجستيه. يعني هو هيجي هيلاقي ان في مرافق بتجهز له، هيلاقي ان في طريق كمان موجود وطريق محوري، وهيلاقي كمان ان هو عنده شبكه طرق حواليه بتوفر له، بالاضافه بقى للمنطقه اللوجستيه اللي احنا قلناها والميناء الجاف. المستثمر دلوقتي قدم ورسيت عليه، هيبتدي يدفع قد ايه؟ هو بيدفع بداية التسجيل من يوم 1 ليوم 15 في الشهر، بيدفع 10% كجدية حجز بشيك مقبول الدفع، ثم بعدين لو رسيت عليه الموضوع بيدفع من 15 ل 25 على حسب نوع النشاط. وبيقسط على كم سنة؟ على 4 سنين.